تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكبر تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت مظلة إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية، كما حذرت الداخلية المواطنين من التعامل على تلك المواقع. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة الخاصة بأعمال المراهنات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادي الجديد وأسيوط بتجميع عدد من خطوط الهواتف المحمولة المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وقيام هؤلاء الأشخاص باستخدام تلك المحافظ الإلكترونية في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون. وأسفرت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم في عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسب مالية جراء ذلك، عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قطاع تكنولوجيا المعلومات ومديريتي أمن الوادي الجديد وأسيوط تم استهدافهم، حيث أمكن ضبط أكبر تشكيل عصابي تخصص في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون، ومكون من 25 متهماً لديهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 100 هاتف محمول، 441 شريحة هاتف محمول، مبلغ مالي قدر ب 825,000 جنيه، ومحافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل 1,000,000 جنيه، 6 أجهزة حاسب آلي، 3 بطاقات بنكية، 7 سيارات، مشغولات ذهبية متنوعة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ب 20,000,000 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين في بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى ارتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة، بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع.